غبايب ويا الشعر والنوخذ حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي. مرحبا مرحبا مستمعينا الكرام، حياكم الله اليوم وكل يوم. وين؟ في إذاعتكم الأولى 107.4، والتابع الوين؟ تابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واللي رافع شعار تناديكم فيه وتقولكم منكم وفيكم، يعني منكم وفيكم، يلا بشوفكم، نبى منكم هبات ريح، اللي عنده معلومة واللي عنده مفردة واللي عنده سالفة قديمة ولا ماضي من الزمن، يا مرحبا به، ترياه اليوم وكل يوم. تواصلنا وياكم تعرفونه، أو تواصلكم معنا تعرفونه، معنا ولا ويانا؟ ويانا معنى اللي تقول ابو خليفه. انا اقول ويانا افضل. انا وياك. شو رايك انت؟ وياك. انا بقول لك انا وياك. ويانا يعني. هيا الوافق الاستاذ فهد على ويانا على 04-36-99-50-0، والرسائل النصيه على 44-77. نعم. بارك الله فيك. والإنستغرام الأولى FM أكو، يا حياكم الله وين ما كنتوا وين ما كنتوا، إحذانا بعيد عنا، في بلادنا في بلاد غيرنا، من بلادنا من بلاد غيرنا، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا، نحن وانتوا واحد، والرب كمل، الرب واحد، والرب واحد. ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام. نبدأ حلقتنا بقصيدة، لكن مفروضة علي الطلب، يعني بعد من شخص عزيز وغالي، قال نبى الرباعية شوية فيها على ما قالوا من نوعيات الطيب. أبو خليفة ترى طال عمرك الطلب من المستمعين يقولون نبى القصيد اليوم كله خرس. شو يعني خرس؟ يعني نبى الحلقة ترطخ. لا تخبيها وتذريها. هم يقولون. زي يقول شو تبونها؟ يعني شو خرس يعني؟ من باب الغزل هم يقولون. قول لي يعني. غزل وانتهى الموضوع. تنابزني بالألقاب؟ أنت روحك تعرف الشغلة يا أبو خليفة. شو تنابزني؟ بالألقاب. ما يستوي كذي. ربنا قال ولا تنابز بالألقاب. معروف أبو خليفة. أنا عاد ما أعرف، أنا ما مريان راي غزل. الله أكبر أبو خليفة. بيبين بيبين اليوم بيبين. يلا إحنا بيبين على هالساعة ونص إن شاء الله بيبين. لكن شاعر شو أسوي بك؟ يقول لك تبهج الثغرة ابتسامة. شو؟ تبهج الثغرة ابتسامة. تبهج الثغرة ابتسامة ويطمر المضمر خصر، وتزدهر بالخد شامة خال في بزغة قمر. وتزدهر بالخد شامة خال في بزغة قمر، والصدر فاجع زمامة، فايع وينفح عطر، وناب منبوز اليهامة لمعنا رقعة تفر. حلوة هاي رقعة تفر. ما شغلك انت عاد بو خليفة. ها؟ والصدر فاجع زمامة، فايع وينفح عطر، وناب منبوز اليهامة بهدات لمعنا رقعة تفر، عود وتناسع قوام من مهاغيد البشر، صوبت قلبي سهامه لمح من خزت نظر، يا سلام الله سلام لاحني، وابعد سفر واحترم جفني منامه، واعتنق طيب السهر، اعتنق طيب السهر. سلامتكم. تسلم تسلم الله يعينك. هاي الرباعية. الله يعينك.
هاي البداية، هاي البداية. ما طلب كتير أسوي بكم. هم يبون الحلقة اليوم المستمعين كلهم ترطخ ترطخ، كلهم متفقين على الرطخة. زي بنشوف نحن آخرتها بيبين الخواتم. نعم نعم. المغرب نحن بس نبغى شوية نعتذر للمستمعين والمشاهدين من خلال الانستغرام، يمكن يشوفوني شوية طالع التليفون أصعد أنزل أكتب، ترى ترتيبات. هي ها شو ترتيبات ترتيبات. هي قناة تفاعلية مع الجمهور بخليفة. نعم. اللي يسلم ورد السلام عليه واللي عندك دونك. نعم هذا هو، هذا كلام صحيح. يا المشاهدين على الانستغرام سامحونا، بتشوفون اعذرونا اعذرونا اعذرونا. ويا التليفون ترى اخذ الاسئله، ما بالاسئله، اللي يبغى شيء اللي يسلم، ترى واجب بعد ما نعم. تتجاهل الغير. نعم نعم نعم. ناس قايمين لك بالواجب من بعيد انت تتجاهلهم. لا لا اكيد لا. هذا بارك الله فيك. هذا حسين، حسين حمد 123. مرحبا بحسين 123. نعم. يقول اشتقنا لكم والله. صادق صادق يا حسين، صادق يا ابو شاب. لأن تدري ليش؟ أبو خليفة، الحلقة اللي مرت أيرم ميداف واحد. نعم. الميداف الثاني ناشز. ما يندراب السمر على ماية السجي ولا على ماية الثمر. ما يندراب. نشز هو غصة. نكرر الترحيب ونجدد الترحيب بالمستمعين الكرام على إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومتواصلين وياكم إن شاء الله في هذا البرنامج غبايب، البرنامج التراثي والمختص بالتراث البحري، كل يوم الاثنين على هذا الموعد إن شاء الله. على أرقام التواصل أول بادي رقم التليفون 0436999950، والرسائل النصية على 4477، وإنستغرام الأولى FM، وين ما كنتوا داخل الدولة خارج الدولة، وتقدرون حتى بعد من التطبيق اللي منزل التطبيق يستمع ويشاهد كل برامج الأولى من خلال التطبيق، وبما فيهم برنامج غبايب اليوم اللي هو يوم الاثنين. الفقرات متنوعة، الشعر، سوالف عن البحر، خرسان الشعر اليوم، خرسان والمفردات والكلمات التراثية وكل ما يخص البحر، سوالف. صوبكم أنتو، اللي عنده معلومة، اللي عنده سالفة، اللي يبغى يتخبر، اللي يبغى يتنشد، يا مرحبا به. مرحبا به. بدل المرة كم المرة؟ ألف وزود. كفو والله. الله يطول لي بعمرك أبو خليفة. أحيدك من هلا. نعم. وقلنا لكم أرقام التواصل، وقلنا لكم الانستغرام، و4477 ما خبرتكم عاد، أنا الرسالة النصية SMS 4477. ومثل ما يقول أبو خليفة، النوخذة أصدورنا لكم أوسع من البحر، متواجدين هنا لتلبية احتياجات المستمعين من خلال التراث البحري، يعني صوب البر، صوب اليبن، زراعة، سدر، غاف، يمكن. بس يقول ما بأعيل على غيري، لأن الحلقات والبرامج كلها متنوعة ومتخصصة، سألوا أهل الذكر أفضل في البحر، صاحب الاختصاص. إيه. غير. نعم أكيد. إيه يعطيك المعلومة مؤكدة 100%، ما فيها شك، ما فيها ظنون، ما فيها سر وتعال. نعم. فأنت يوم بتورد الشيء ورد بدلوة. نعم. بصير الغدير بتشل لي حصات غوص. ما يستوي. ما يصير يا أبوي. ما يستوي. بتودي باورة. بعد ما يستوي. بس تخرب نخرب بتشيل مزمار. 100%. لا يلا. هاي هي السالفة. نرحب بكم على كل قنوات التواصل، ومستمرين وياكم إن شاء الله لين الساعة 5:30 ظني أبو خليفة. ولا والله قبل المغربان ما عندك دونك بنت وكل الله قبل المغرب بشوي. نعم. عندنا حلقة دينية لازم ولا نترك من بها خلي أغبايب نسمع الذكر بعدين. لا لا تحرك شيء. لا 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 تطمع في غيرك. لا تتوين يلا يا صاع النبي وذكر الله. لا إله إلا الله محمد شو عندك رسول الله. من المخزون. خير الله فضيل، خير الله فضيل أبو خليفة. سمعنا. الله يطول لي بعمرك. عدنا أبو خليفة أول بادي يتخبرون بين المدلخ والمغبر. المدلخ والمغبر، يقولون هذا شو مدلخ وشو مغبر، وهل هو في البحر ولا في كل مكان؟ المدلخ والمغبر
أحنت يوم يضرب الهواء في البر شو تقول؟ غبره جاي شمنا من مغبر. مغبر نعم. في الهواء. الغبار في الهواء نعم. والدلخ يقول لك البحر مدلخ مو بصافي. إيه فإذا الجو مغبر يعني مو بصافي، وإذا البحر مو بصافي مدلخ نعم. هذا الفرق بينه. نعم. واحدة في البحر واحدة الثانية في البر. وين بوي واحدة وين؟ في البر. خبرني وين؟ في البر. ما بنته؟ في البر. والثانية كفو. نعم. تلميذ نشيط ما شاء الله عليه. منو تلميذ نشيط؟ هذا نحن نتلمذ على يده. ما شاء الله صلينا به على النبي. زين أبو خليفة المدلخ مغبر الحين، إذا صافي صحو صافي مرة يبين عندك القاع. فراي. إذا أنت تشوف القاع أنت في البحر محمل وتشوف البحر صافي حتى القوع تشوفه. هذا يسمونه فراي. عكس شو؟ عكس المدلخ. نعم. وايد سؤالك قيم ما شاء الله. لازم نعطيهم ترى الشيء. نابك عن النبي. الشيء أزم تتغزر يا أبو محمد. أبو خليفة. هذا كل من الإدراك. صلي نابك عن النبي. الله يطول لي بعمرك أبو خليفة. وعلمه الرماية كل يوم. كمل الباجي. فلما اشتد ساعدهم. لا ما نرمي نحن أبو خليفة. الله يطول لي بعمرك. نتعلم كل يوم نتعلم زيادة. هذا التواضع اللي زايد عندي. عندك خلقك عندي. هذا التواضع. الله يطول عمرك ابو خليفه. عندنا كميه من المسامير ابو خليفه يبون يعرفون الفرق بيننا. شو بعد مسامير شبابين واحده ظني راعي مسامير. ظني تخدم سحاره. لا ما بقدم. ما تخدم محمل. لا يمكن هو اللي يتخبر. ظني يمكن يبي يخدم محمل ولا يبي يبني ولا نعرفه بنقوله ان شاء الله. ولا ما نعرفه بيخبرونا ابو خليفه. روحي ترى اول مره اسمعن. لا حول ولا قوة. وقلت لي قول لي بالضبط. نحن قلنا لك تعرفن. لا ما عرفن. قلت لك تعرفن. قلت لك فاتن واحد واحد. لا عشان لازم ترى أخذها من هو صح عشان أنقلها. ترى موجودات عندك مكتوبات من كم اليوم. إيه ترى. ها وداسنن عني. شو ما طرشن قبل. ترى ما بتقدر خلاص تخبرني الحين خلي كله. أنا قلت. ولي ترى والي. تقولني شيء ما قلته. منو قال لي عيل حد. خبر عمرك عاد منو قال لك. ما بتخبر أبو خليفة سبحان الله. أنت سامحني جل من لا يسهو. أدري بكذبوا. عندنا أبو خليفة أول بعد عليك الأسامي عقب اسم بنا. يلا بشوف. عشان ترى الجمهور بعد يحضر. زين. مسمار لنقوتي. ومسمار بوفروشة. اها. ومسمار سحارة. اها. ومسمار بوفريجين. اها. ومسمار وكاوية. كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نبدأ بأول واحد مسمار لنقوتي. ليش سموه لنقوتي؟ ما أدري يعني أصلي يعني ولا شو يعني. لا المسمار اللنقوتي الله يخليك في فروشة صغيرة. فروشة شو؟ صغيرة لكنها غليظة. مبرفية. نعم. والمسمار ماله مجلود تشوفه كأنه حبل. يصير يلف لين يدخل في الله. نعم. هذا يسمونه شو؟ مسمار لنقوتي. لنقوتي يعني المسمار ماله مجلود تقول حبل. نعم يلف يعني مسمار. إيه هذا ما ينشز. مسمار التفافي هذا إذا دخل ما ينشز. خلاص يثبت. خلاص هذه عنصبه ودهنه. بارك الله فيك. بس في كل وضحت الصورة. وضحت بس في كل الأماكن ولا لبعض الأماكن المحددة. هذا للخشب. للخشب بس. شيء مسمار للحديد. مفرس للحديد. صدق. هذه مسمار لنقوتي. معصب أشوفك أبو خليفة اليوم. أسمع سؤالك. ما هي ابني. لا أظني حد ما. هذا مسمار للشو. مسمار للخشب. يمكن في الإدران ولا شيء. في الإدرات هذاك مسامير غير. تبان احنا نتكلم عن البحر. ما تبان نلف عليهم بعد هذه الأخبار. لا ما لنا شغل فيهم. لها الناس مختصين. شورك وهداية الله. تقبل انت حد يتعدى على حقوقك؟ لا أبو خليفة. هي لا تتعدى على حقوق الغير. المخرج يقول لي شكلك دخلت في المقاولة مقاول. منو انت؟ ايه. جنك إلا. بيرب أول بادي عندك أنت عندك حجرة ولا صالة أبو خليفة ترى أول تبدأ في اليدرات.
نسيت ابن حجار قبله. يلا يلا يدار 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 عقب وانت تهنم شوي شوي يدار ولن ترباب يدار ولن ترباب وهجد يمشون فيها. انت متى ما تبى يدار خبرني بس بخير. الحمد لله الله ساترني عنكم غانني. زين مسمار ابو فروشه تو طريت ابو فروشه انت. كل مسمار في فروشه. كل مسمار في فروشه. بالعربي يسمونه هذا الكاب اللي فوق. يسمونه بالعربي؟ ما ادري تقول كاب ام كاب. كاب كاب وفروشه. لا نسميه فروشه بس بالعربي. انا وياكم ترى بعد فروشه. زين كمل. المسمار الثاني شو؟ ابو فروشه هذا وك الكاب الكاب مال فروشه. حد فروشه تعود وحد صغير. نعم. المخرج يقول لك راس راس المسمار. رد علي على هواك انت عادي حد قال لك ترمس. مسمار سحارة ابو خليفة. مسمار سحارة هذه تسمية محلية مو بأصلية. تعرف اول البضايع ما يبونها في كونتينرات الاول هذا. هي ما تبي كونتينرات تيلوز يعني فلة. نعم. صناديق من الياحين صنوبر. نعم. من الياحين شو؟ صنوبر. صنوبر اللوح الابيض هذا. هذا يسمونه شو؟ صنوبر. غير غير الواوي. جانا الحين بعد خشب يسمونه واوي. ما اخف من الريشه. هذا الحينه. هي هي الحين قبل ما كان هذا. الواوي. الواوي هي. فعاد المسمار هذا العادي الاسود الحلاي. ان قلت حلاي شو معناته؟ يعني جاي سنة حلاب يحلب بسرعة. يحلب بسرعة. إيه حلاي يحلب بسرعة ما بيحلو. يحلى. فرق بين يحلو وبين يحلى. يحلى سريع. يحلى يصيب الصدى. نعم. حلوة الصدى هاي. جميلة. فعاد هذا أول يضربوه بس حاحير عشان ما يتبطلن والبضايع والأغراض. نعم. وحاطي له ترى وسايد يا يا شو يسمونه ليف يا شي قرطاس خفاف كذي هاي يكودون فيما بينن عشان ما يتداقن بعضهن بعض يتكسرن. والتأمين الأول كان شوية ضعيف مو مثل تأمينات الحين. هل يلفون أبو خليفة هل ينقعونه وينقع هذا متى؟ لا هذا تو جديد بعد. لا أول شي شرى الريش شرى شيء يسمونه بعد سووا مخدات قبل بنذكره وبنقوله. هذا يحطونه بس وسايد فيما بينه عشان ما يستوي الدق بين هذا وهذا. أنا بقول لك تتش تتش. إيه. ترى عندنا هذا العرب وخليفة كل ريش هذا شو نبات الأرى هذا عرى أرى أرى مو بعرى أرى بعضهم يقولون عرى. لا بس هو بس هو أرى أرى بالهمزة هي هو هذا اللي يحطونه فيما بينه. نعم. لكن نبين في الوزن ثجيل صار الشحن يغلى. عندما يخفون هم يبون الخفيف يبون القرطاس. نعم نعم. على صدق الواحد يدور الرخص كل اللي يبنى على شيء. نعم. كل شيء يبنى. نعم. على شيء. نعم صدق. أنت بتحط لي بضايع وزنهن مثلا 20 طن وبتحط لهن وسايد 20 طن وين 40 كم التكلفة مالن في الشهر؟ لا لازم لازم بيزيد. لكن إذا حطيت لي 20 طن وحطيت 500 كيلو وسايد هني أصبح الوزن معقول. نعم صدق. والحماية متوفرة. نعم. أنت تبغى الغاية من هذا كله شو؟ الحماية. حماية. نعم الشيء. نعم. تحمي بسعر أقل أفضل. أفضل إيه. نعم. لو بعدين أهون في الشحن. نشلها الكريان خفيفة ونشلها الحمالي خفيفة ونحطها على الفورك ليفت خفيفة ونشلها الكريان ما تنطرى. نعم. أمور وايد تخدم بعضها بعض. أنت يتني على العوق حيلا سنين أبو خليفة أنت على هاي شغلة. يتني على العوق. ما شاء الله عليك. مسمار بو فريجين أبو خليفة. هذا مسمار بو فريجين. يعني فريج وفريج. هذا ما يستعملونه إلا للربط. الربط. الربط الشلامين باللياحين. ربط حبال هو شو اللي خصه؟ الربط الشلمان والعطفة والهذا شو يسمونه؟ يعني يربطون. يسمونه ربط المحمل هذا. ربط الحبال وربطه. هذه ربطة.
يعني هو المسمار شوي فيه طول ولا شيء يوصل؟ هذا حسب مقياسك انت، كم شلمانك؟ نعم. كم لوحك؟ نعم هو عدد الشلمان 3 انش. واللوح انش الا ربع، تحتاج الى كم؟ 4 الى ربع. لا تحتاج 6. حساب المصفوفات يعني مو بحافظ. قل لي ليش؟ ليش؟ الحين يدخل المسمار بعمود واحد. نعم صدق. يدخل شو فيه؟ بعمود واحد. بعمود واحد في اللوح والشلمان، أو في اللوح والعطفة. نعم. أو في اللوح بأي شيء ثابت داخل. نعم. يظهر كم يظهر من الأربعة ونص؟ 6 إحنا حاطين. يظهر 1.5. نعم. كم يظهر؟ 1.5. هذا 1.5 يفرزونه. تراهن اثنين بثلاثقات. يفرزون واحد يسار واحد يمين، واحد يمين، ويلطمه بالوسادة بشت ولا مطرقة ولا جدوم. هذا يبقى ثابت ما ينشز مول طول عمره. ليش؟ لأنه ملتف حول الشلمان من داخل. نعم. ومن برا ميود بالكلفات، ها، والفروش العودة هاي. نعم. ليش يعني أنا خشمك؟ يعني ضربة واحدة بس، هذا هو. عن صبه ودهناي. ليه ما ينتهي تاريخ المحمل روحه؟ لا إذا قص يستبدلونه. أحيانا يقص. ليش؟ لأن هذا يستعمل في بحر. نعم. هي والبحر تصديته أكثر من الماء الحلو. ما سمع أنت يقولوا لك عذب الشيء. عذب الشيء مو بمعناته كضربه ولا تعبه ولا هذا. عن البحر أغسل الماء حلو. نعم. من العذوبة يا هي. صدق. فطنت؟ فطنت بو خليفة. نعم. شو عندك؟ عندنا ابو خليفه SRT مرحبا 2010. شو يقول؟ يعني يقول شلمان فوت ما وصلوا ما وصلوا، هو كاتب ما وصولوا، ما ادري عاد هو يوضح يوضح. إيه بس لو توضح الكلمه بس عشان نفهم. او تتصل بالتليفون بعد افضل. SRT 2020 2010. الكلمة الأخيرة مو واضحة، بس لو توضحها عدل. وإذا تواصلت ترى بعد أرقام التواصل على 04-36-99-950 والرسائل النصية على 4477 وإنستغرام الأولى FM. متواصلين وياكم الساعة 4:30. حلو بارد، كثر الله خيره. الحمد لله رب العالمين. هات شو عندك؟ لا تعنى أذكر المخرج 4:30. أربع ونص نطلع فاصل. فاصل الأولي 4:30 بو خليفة. فاصل بسيء. أنت متواكل إش حقه؟ من متواكل إعلانات بو خليفة؟ مستعجل إش حقه؟ هو قال لي ذكرني. ريال عنده شغلته وعارف إنه غيب. قال لي. وش لك في اللي ما يعنيك؟ أعطاني أمانة. قال لي ما أعطاك لا أمانة ولا أمنك. أنت دخلت قبل بو خليفة. ما مسألة دخلت قبل ولا دخلت عقب. أنا أعرف شو شغلتك الحين في الإذاعة وشو شغلتي أنا وشو شغلته هو. أنا مو بقايل لك لا توصيني، أنا مالي خصب خليفة الحين هاي أو آخر مرة. مالك خصب؟ أنت تتدخل في الكبيرة والصغيرة. هو قايل لي أبو خليفة. أنا ما قال لك. أنا أشهد أنه ما قال لك. ترى أنت ما سمعت تشهد. ما سمعت. ما يسوي على ما أسمع. أنا ما أشهد. أشهد على 70 مستمعين بنظر فاصل. لا ولا قوة إلا بالله. مرة ثانية مو مالي خصب الفواصل. أنت قول بنظر فاصل. أنا مو بقايل بس مستمعين فاصل قصير بتفاهم إنه خذ شوية تريونه. الربايب أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية. يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها، ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني. بين البحر والقمة النورش يطير يصارع الأيام في برد ودفا، واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها. كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رماله وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية. قصيد فزاع. يا ناعم العود يا ناعم العود، مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جا منك يا حلالي
الله الله يا فتان من قدك حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي محلاك محلاك. قالت للشهد ندك حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي أهواك وغليك وأقدرك وأودك ولحنك شوق ويغنيك موالي أهد بفراقك الدنيا ولا هدك وابني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفى في حضن يدك وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك وأسدك عن حب هالناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي أي شدك وغلاك في خافقي صورتك في بالي ولنثنا رمش عينك وانتصب قدك أشوف لون القهر في عيون عذالي ويقول قلبي هنيالك ومن قدك وأنا أردد مع قلبي هنيالي. قصيد فزاع. والله كريم ان شاء الله جايب المسار ناوليا ناوليا خلي غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي. مرحبا مرحبا مستمعينا الكرام، حياكم الله من عقب الفاصل الاول. هذا اول فاصل ايوه هذا اللي تدخلت فيه انت وزعجتنا. هو المخرج قال بسرعه لا مره ثانيه ما تكلف بشيء. انا خبرت شغلته وانت لك شغلتك. بعد حياكم الله مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في حلقه غبايب من إذاعتكم الأولى 107.4 والتابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. فاللي بيتواصل ويانا حياها الله، سواء كان على المسرة. حلوة المسرة. نعم نعم. شو هي المسرة؟ هو التليفون أبو خليل. على التليفون 0436999950. مرة واحدة نسيت التسعة تسعة تسعة بس. لكن القرآن يغلطون فيه. نعم نعم. وعلى الرسائل النصية 4477 وإنستغرام الأولى FM حياكم الله. هذا ما شاء الله عليه ناشح وناشر. نعم حلوة هاي ناشح وناشر. نعم شو رأيك فيها؟ ممتازة. بيض الله تويه ويهك أبيض أبو خليفة. أنت لا تتقع عن ليك شيء. هذا كلامك صحيح أبو خليفة. بارك الله فيك. ها شدي يا أباك أبو خليفة، دام بادينا حينه قلنا بناخذ القصيدة، لكن عندنا اتصال. أول بادي برحب بالمتصل، نقول له مرحبا. اتصل بشوف قول مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالكم نواخذانا؟ بخير وسهالة شيخ. معاكم ولدكم محمد الحمري. مرحبا يا محمد وحياك الله اليوم وكل يوم. مرحبا مرحبا يا محمد. ايش حالك عمي ابو خليفه؟ ايش علومك؟ الله يمل حالك ويرضى عليك ويطول بعمرك. طال عمرك. انا تراني متسابق ويا ولدك خليفه ويا ولدك احمد ويا ولدك ذياب ويا حفيدك حميد بعد. انت روحك ولدنا. الله يطول بعمرك. انت واحد من اخواتي. ايش حالك؟ الله يخليك. الله يسلمك. والله اني هلكت عليك نوخذان يوم قلت هذا مسمار حليان. الحليان طال عمرك نحن بالنسبه لنا يعني المصدي. المصدي هي، لكن احنا نسميه حليان قبل. اي نعم. ونحن نرمس برمسات قبل. نعم. اما يوم يقولون ربع هناك حليان ترى محلو هذاك عند رمسة هذا ترى وضحناها لهم. الحليان نعم نعم. غير عن الحليان. اي نعم. طال عمرك نوخذ انا ابو خليفه، انا سؤالي كالتالي. حيك. طال عمرك ما شاء الله عليك
وضحت لنا طريقة الشحن القديمة طريقة الشحن القديمة وأينعم وعن طريق الواوي وعن طريق الخشب اللي هو الصنوبر. نعم طال عمرك أبو خليفة لذا ما عليك بغيناك توضح لنا أشياء الثانية في الشحن القديم. على سبيل المثال يوم كان يبون الدبس واللي يبون العسل في شو المواد اللي يحطونها؟ نعرف سامي ولكن يمكن أنت عندك سامي ثانية وغيره. هذا واحد. الشيء الثاني طال عمرك المواد اللي هي مثل غملة اللي هو السكر أو السكر الهندي القديم ولا عندك الملح في شو كان يحطونها قبل في الصغات ولا في قلات ولا في شو؟ هذا الثاني. السؤال الثالث طال عمرك يوم الأوليين كانوا يسيرون الرحلات الطويلة إلى منباسة ولا إلى الهند ويجيهم مطر ويحطون الطرابيل يعبون الماء، هل يعبون نحن نسميه في التوانكي الاسم القديم شو يسمون التانكي؟ هذا التانكي الحين اسم جديد، هذا أما القديم شو كان اسمه؟ شوف التانكي إذا كان من حديد سموه تانكي وإذا من خشب سموه فنطاس. فنطاس نعم. إذا من خشب فنطاس نعم. وإذا من حديد تانكي. إيه. والطرابيل اللي يسمونه للمطر هذا يسمونه مالي. نعم. ما يسمونه طربال ولا يسمونه ظلال. مالي. إيه مالي. ظلال وفي نص حصى. ما كنت أحسن. ظلال وفي نص حصى. هذا مالي. هي. ينزل المطر وين يجمع؟ عند الحصى، والحصى تقطر في الفنطاس ولا في البرميل ولا في شو يسمونه التانكي. يعني مالي من يمتلي. ما شاء الله عليك. مالي من يمتلي ما ابو خليفة يعني ولا هم سموك شيء انت سموك فهد؟ انا ايش دراني ليش سموك؟ لا قلت يمكن لها تأصيل. خبرني انا ايش دراني سموك فهد على منو وش حقه؟ زي محمد السؤال الاخير. لا هو سمو احيد عندك سؤال الاخير طال عمرك. عم سؤال الأخير أبو خليفة يوم يعني كرمتوا يوم يبون الهوش والبوش والبقر طال عمرك يوم يبونهم من السواحل ولا يبونهم من هالأماكن يوم يبونهم من البلاد يعني يوم يهبطون الحبال شو يسمون الحبال هذه له وين يحطونهم؟ هل يحطونهم في السطاح ولا يحطونهم في الخندحات ولا كيف كانوا؟ لأن درب طويل. لا شوف الشحن نعم له عدة طرق، الحيوانات غير، والبضائع غير، والناعمة غير. فهمت شو أقصد بالناعمة؟ الملح لا. والسكر والعيش والطحين. هذا شرح روحه يحتاج إلى أكثر من 48 ساعة ما شاء الله، لكننا نحن بناخذ المتيسر وبنقلع المتعسر. فدائما عزك الله وعز الله السامع الحيوانات يسوون لهم رفوف سطح تحت السطح وسطح تحت السطح. صحيح. على حسب رهاوة المحمل ويحطون انسي مثل الزروب الهن داخل لو يترامى المحمل ما يولن. بس عزك الله إذا بقر وعز الله السامع البقر يربطونه. إيه عشان البقر إذا مال على برد واحد طبع المحمل. لكن الغنم لا، الغنم تأيول إلا في زربة، هذا مسوايل له مرد داخل شرى ما نحط مرد حق الطعان ما يطيح كذي حاطين. نعم نعم نعم. فهذه رفوف هذه رفوف داخلية تحت السطح الرئيسي. وكان الله غفور رحيم. نعم نعم. والسؤال الأول أبو خليفة المواد السائلة مثل العسل مثل الدبس هذه على ظهور الرشاب. زين على ظهور الرشاب يعني. وفي البحر شو يسمون في شو يحطون في البحر؟ يحطون في يحطون في أبياب لكن ما بعسل، دبس. أبياب. دبس نعم. هي نعم. دبس العسل ما يجينا من البحر، عسل إذا بينا عن طريق البر على ظهور الرشاب. سبحان الله. نعم نعم هذا شيء جديد، هذا ما كنت أعرف. هاي المعلومة اللي موجودة عندنا. نعم نعم.
وجزاكم الله خير. مشكور يا نوخ هذا. مرحبا مرحبا شيخي، حياك الله اليوم وكل يوم. مرحبا. نوضح. الله يسلمك. مشكور يا اخوي فهد. مشكور يا محمد. جزاك الله خير على طرح هذا السؤال. سؤال كان بالفعل قيم. هذا يوم يعني طرق الشحن القديمة يعني، بس بغينا هي هذا الشحن القديمة تدري يعني. أمور بدائية، نقل غير وتحميل غير ووسائل غير، مثل الحداثة الحين موجود. صحيح. هذا كمبيوتر يحرك لك هذا ويحرك هذا. لا يا أبوي إلا تزاعج بطول حزك. أوه فلان أوه. ها وكرينهم متردقل. ها؟ صحيح. صحيح. والفرق لفت مالهم الدوسن. نعم. نعم. وهذا هو العذر. لكنهم قاوموا الحياة بصعوبتها وبضعفها وانتصروا عليها وحققوا غايات وأهداف وصلتنا إلى هذا المستوى من المعيشة. هذاك أساس ما ننساه. نعم نعم. نعم. وهذه نعم. دنيانا، واللي ما يتحرك ما يقلط. صح كلامك. صح كلامك. بيض الله وجهك بو خليفة. مرحبا شيخ. ما عليك ما عليك زود. طول في عمرك. مرحبا شيخ. الله يسلمك. مشكور يا اخوي. مرحبا شيخ. مشكور مشكور يا محمد الحمري. ما تقصر داخله جميلة. 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 نعم. سؤال مهم. ها تطرف فيه الى جوانب وايد وايد مفيدة. نعم. ردنا للوراء ما ادري كم 180 سنة كنا. ما شاء الله عليك. ولا 181 181. الرقم 181 أحلى، بس 181 سنة ولا درجة؟ عام عام. نعم بخليفة، عندنا ما شاء الله بعض الأسئلة وبعض الطلبات، لكن تفضل تفضل. ونحن ما ندرى كم باقي عندنا، لكن عدد المستمعين يبون قصيدة اليوم. ما شاهد دقيقتين ما قلت قصيدة بخليفة. ما نعطيك قصيدة حاضر. هي قصيدة الحين وإن شاء الله. أنا بند عن محمد قبل نقول قصيدة. لا 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 الحين. هي شقاي. لا لا الحين. هلاك ذربان ريج. دقيقتين سوى دقيقة ونص بخليفة. يقول دار والمي والهوى بحري، طاب حظي والبخس زراغة، دون لا تفطم ولا بري. راشد بن ثاني. دون لا تفطم ولا بري، نلجي ونحص من صاغة، غرب طنب وشرق عن صري، بعد حد طليع عن غاغة. وين؟ بعد حد طليع عن غاغة. غرب طنب وشرق عنصري، بعد حد طليع عن غاغة، ريت غر صغير مضطري، ها لابني في غية ملاغة، في الغبيب وشاطن ومذري، ما شطن في ضيح لغلاغة. وين؟ في الغبيب شبلاه، وشاطن ومذري، ما شطن في ضيح لغلاغة، أحوري كاعب عذري، لغلغان الغي ما لاغة، يوسفي والحسن به يغري، شد ود وطانف مشاغة، سحر عين وباسم الثغري، برق خد يا ضيب زاغة، طابن بياقوته الجمري، جل منه بالحسن صاغة، عسجدي حنطي خلط خمري، فوق ناضج يا نعب لاغة. سلامتكم. تسلم تسلم بو خليفة تسلم. مسك ختام الساعة الأولى. مسك ختام الساعة الأولى. نعم مستمعين. فاصل في شوية عشر دقائق. نعم عشر دقائق. كنه هلا اي بنشرب قهوة وياك. نعم بنعين خير بإذن الله. بناكل تمر بالترتيب. اي وانت عاد حيدك ترغب في الكرك على الخفيف بس شوية. وعلى الخفيف أربع كواب شارب. أنا من دسعك بخيف وما شعك شفت شفتني ترى الأربعة مصروفات عيل ما يشبع ما يشبع. مستمعين فاصل عشر دقايق إن شاء الله وردي لكم تريوننا. غضايب الأولى منكم وفيكم. يا والقلب الرايح رايح يمعنه منشوب منشوب شروى السجيم الطايح طايح يعدى تهليهم يا ذعذاع الروايح ما به واقعون يتدعيهم طرايح روس الجميل السوء خبرين هن فرايح يوم الذياد يسعون أنا يا ولودي ويتخالي بتالي بوش قصر خطاها وتهري عليها حاشي على ورد تذكر خوض عليها مخروش وامي وتبغي تكسوي بعد العطاش يا أبو بن باتة تتمادي تمادي
من مغيب وجان حسهيلي سهيلي يوم طاح الطل والنادي والملاهية مذاهيلي شعارنا ونهجنا في إذاعة الأولى إماراتي تراثي وطني وإن الله راد بنتم مكملين على نفس الدرب حاسدين الفقير على موتة الجمعة عند أهلك بيديك وعند الناس الثوية عليك بالدرب لو طاب خذ المدللة ولا تأخذ المعلمة إذا حاكمك حاكم من بتحاكم راعي الوصف تتعود بعض الأوقات على وجود أشياء في حياتك ما تلقي لها بال موجودة ولا مو موجودة اتعودت أنك تستخدمها يوم تحتاجها لأن الحاجة يمكن تظهر في وقت ما دار على بالك فاحرص على اللي عندك واعتني به حتى لو ما احتيته الحين لأنك ما تدري متى يجي الوقت اللي غدي فيها أثمن شيء عندك ويمكن تنقذ فيها حياة ومثل ما قال راعي الوصف اتفق تشيلها دوم وتحتاجها يوم راعي الوصف الأولى منكم وفيكم يا الله يا الله قلي يا الله هب وبردي يا او يا هو لكوزي مية وسبعة فاصل أربعة الساعة 5 لمسيان في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية لمسيان بداية المساء وهو الوقت اللي عقب وقت العصير وقبل المغيربان وهو تصغير لكلمة المساء الشيخ خليفة رحمه الله رافق المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه في كل مراحل دولة الإمارات وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمة وأدى رسالته تجاه شعبه وترك إرثا خالدا من العطاء لشعوب المنطقة والعالم ونحن عيال البلاد واثقين بك وبنظرتك ومامنين بك شرات مامنا وأهالينا الأوليين بيدودك لين أبوك وأخوك رحمة الله عليهم ومسلمين بأنك بتكمل البذرة الطيبة لزرعها حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه فيك وفي أخوتك وفي البلاد
اضربي الاولى اماراتيه تراثيه وطنيه غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي. مرحبا مرحبا مرحبا، هيا الله عربنا وعرب غيرنا وين ما كانوا. إذاعتكم منكم وفيكم تناديكم وتحييكم اليوم وكل يوم، وتمسي عليكم بالخير من خلال برامجها اليومية. وحياكم الله في برنامجنا غبايب، عارفينه برنامج البحري، تكلم عن البحر، مفردات البحر، أمور البحر اللي نعرفها واللي نقدر عليها واللي ما نقدر عليها تراكم عادريننا منها. فعاد نبقى الأستاذ فهد شو عندي من المواضيع في الفقرة المتبقية من الحلقة. بإذن الله، بإذن الله الخير فضيل. كم باجي؟ باجي هو 10
يعني حول 20 دقيقة 19 دقيقة. يلا وزحن وزحن ايش بدنا الله. أول بادي بس بذكرهم بأرقام التواصل، أول بادي رقم التليفون 04-36-99-50. هذا رقم التليفون، رقم الاس ام اس الرسائل النصية 4477. ترطن بالانجليزي منروم عليك. لا بس لا بس لا حرفين بس تسوي لا حرفين ترطن ها ترطن لا حرفين عليك. قلت لي الحرف الثالث خلاص بوقف. وانستغرام الاولى اف ام متواصلين وياكم مستمعينا الكرام، يعني 18 19 دقيقة ان شاء الله وياكم. اول بعدنا الخير فضيل ابو خليفة، اول بادي القصيد ابو خليفة تبقى قصيدة حلو لازم هم يبون مبين ابو خليفة هم مستمعين عيونك لا ما انت ما تبى لا لا انا ما ابى سد اذنك سد اذني. تقول القصيده يا ود الحلال يبون بحريه ولا غراميه؟ والله طلب من الطلبات هنا يبون صلب هو شرط المهبي، طلب من الطلبات سبع ثمان طلبات عندنا هنا حينه من يوم عقب القصيده تعتبت القصيده هاي عندك حاضره لا على هو حاضر لو كان حافظ بعض من ابياتها ولا تبقى قصيدة كاملة كيفكم اللي تبون. أنا أقول كاملة أفضل عقب بنختم باللي حافظ أن أنت أبو خليفة من القصيدة، شو رأيك؟ والله الرأي حي لكن الواحد يقدم ضيفة على نفسه. هذا كلام صحيح تعلم المذهب. شو قايل لك أنا المخرج؟ قايل لي ما يتصابه تعلم المذهب ما يتصابه ما يتصابه. شو قايل تقدم عمرك على ضيفك؟ الضيف يكرمونه، الضيف يجدمونه، الضيف يقولون له بالواجب، قال والله بنخرم العقب. لا لا أبا يا أبو محمد ما حيدك تي. لا نحن قلنا من باب حيدك شميمي من باب مسك الختام. لا لا من مسك الختام أفا عليك ضيفك قلطة على نفسك. توكلنا على الله توكلنا على الله. شو يبي شو يبغونه؟ يبغى أبو خليفة صلب هو شرط المهبي. يقول له صلب هو شرط المهبي وبعدين ومزيت بالليعات مبهوت ليش يا طارشي قمشي النبي ير المقال ورد بالصوت مش حقه مش حقه حظي عن وصوله قصر بي سني بحظه ومبهوت ليش عياي والعياي خبي بيني وبين البندر فشوت وين بعيد عني هو بقربي هناك في الساحل له بيوت له منزل ما هو بغربي راس الفريج ودونه غنتوت هواه دختوري وطبي حبي وانا بدواه منعوت استغفر المعبود ربي تاب الحياه وقبل لابوت هو شو دختوري وطبي حبي وانا بدواه منعوت مديم له حاضر لبي فرضي وحاتي فرضي يفوت سلامتك. تسلم ابو خليفه سامحنا يا صاحب الطلب ابو حصه اي ابو حصه اس ار تي 2010 ابو خليفه يوم قلنا له وضح شوي قال الشلمان مال المحمل العود السفار ما يندر عده شبلا ما ادري عده تجمع انت الكلمات الان وتوكل ها شوف هذا المحمل السفار العود صاحب الحموده قبل كان مداه 75 طن مداه حمولته 75 طن هي وزاد ووصل بحد أعلى إلى 125 طن هذا آخر شيء خلاص عاد بس كان في فترة من مبحث خلاص انتهت الحياة وقفت لا 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 القيامة لا قصدي في نفس الفترة هاي يعني الفترة هاي لا لا الفترة اللي انت تقصد فيها 125 طن السنين الخوالي السنين الخوالي حلوة حلوة في السنين الخوالي من 75 طن ليل 125 طن 25 زادا وهن يتصاعدا تدريج نعم تدري لين وين وصل الحين كم الحين فوق 600 ما شاء الله فوق 1000 وبعد ظن يتصاعد لا بس أكبر سفينة عندنا اللي هي أظن اسمع بيت ما أعرف بخليفة أنت تعرف اللي قدمنا فيها الحلقة نعم 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 صحيح صحيح هذه أكبرها هذه أكبرها صدق وما زالت ماخذ الرقم القياسي
كم حمولته؟ نسيت أنا اسمك ساعة تنسى. قلت يمكن تتذكر أبو خليفة. لا بس وايد لو بيتصل بنا حد من طرفهم بعد زين بيخبرنا مايد ولا حد من أخوته. الأمور طيبة. زين شو سالفة الشلمان في هالمحل؟ الشلمان أنت السفار بتحمل في حمولة. نعم. أحيانا الحمولة تطيح من فوق لتحت. صدق. شو تبت حتى شلمان ضعيف؟ لا أكيد شلمان. شلمان قوي ومتراس بعض ببعض. يعني ما بين الشلمان والشلمان حجم شلمان. ما بين العطفة والعطفة حجم عطفة. نعم. يعني معناته المحمل كله مدروج من صدره إلى الفراغ. نعم. ما شو ربط. ربط. ومضروب بذيك المسامير سمع اللي تعبر وتزيد أكثر من مدخلك. هي لازم. هي بار. نعم نعم. هي فشلامين المحمل العود غير وشلامين المحمل الصغير غير مثل كندورتك. أحنا أنا إذا بلبس كندورك ما بتي قصيرة علي. بتي قصيرة. وإذا لبستك كندورتي ما بتي تذول علي. نعم. ما بتخرطف بطيح. 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 بس هذي. وأخاف قصدنها ترى أبو خليفة. ها؟ خاف قصدنها الخرطفة. إيه. زين أبو خليفة عدنا البلوشي يقول ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويسعدكم. الله يحفظه ويحفظ جميع الناس. يقول عاد يسعدكم على هاي العلوم الثرية أي الغنية. هذا شو ما شاء الله عليكم. هذا تقدير من الناس واللي بيقدرك جزاه الله ألف خير. نعم. لكن هو علينا نحن كواجب. صدق. نحن نأدي كواجب. نعم. سمعت. ما ننتظر مديح. نعم. ولا ما. نعم. لكن بعض الناس نفسهم ما تقبل إلا تنطق بالحق. صدقت أبو خليفة. هذا الفرق من أول وتالي. نعم. نقول له شكرا ويمل الله حالك وما عليك زود. أبو خليفة المخرج يقول لي حمولة محمل عبيد قلتت ولا أبو عبيد. إيه. عبيد 6000 طن يقول. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله من 75 وصلت إلى 6000 طن. سبحان الله. حميد الشامسي أبو خليفة حميد الشامسي 77 يقول الصيد ناشح. وأظن يقصد شيء ولا يمكن يبي يعرف كيف الصيد ناشح. شوف الصيد ناشح. آه. الحين نحن ياسين وياك بنضغى شو عومة. عومة. أنت أول تشوف اليمة. وعقب تدفع تباها. نعم. فيوم تنجح تطلع رذاذ على ما يقولون والطير يحرج عليها وتازم فيها بسار يروق ضلع يروق عندك فتازم تنجح. أنت تشوفها من بعيد وتقول ها كيمة العومة. نعم. عقل تروح المصر تروح المصر تروح المصر. تروح المصر. تروح المصر. نعم. فناشح يعني مبين. نعم. منتجر. نعم. أبو حصة أول بادي يقول مساء الخير ومرحبا ملايين. مرحبا ملايين وزود. نعم. يا أبو حصة. نعم. والله يطرح البركة فيك وفي ذرياتك. آمين يا رب العالمين. ما بنت هو. لا أنا أمن له هو. زين. وفي التالي يقول بعد يبقى قصيدة تصلب هو شرط المهبي وما قصرت أبو خليفة. عديناها. نعم. بعد عنده سؤال ثالث يقول هاي طريق أنت أبو خليفة. يقول شو من الطوى اللي ترون ما يحلو منهن الأول. هذا بنت خبر هاوي. هاوي انقرض. هاوي انقرض. لكن على حسب الذاكرة القديمة أنها في ديرة يروون من طوي بوهيل. بوهيل. وفي طواي من حوله لكن بوهيل أعذبهن. نعم. وأغزارهن بعد. ما شاء الله. في جميرة لا في جميرة من الحليو. الحليو. إيه. ما هو ما على اسمه. إيه نعم. في بر دبي في طوي ما أذكر اسمه لكنه موجود أظنتي وين دون أجيها في بر عند النخيل هني في بر دبي منطقة هاي شو يسمونها وين الحين شو
شو عندنا الحين؟ برجمان. برجمان. إيه شوية حوله هني هني طواية. بعد هني. إيه عند ما عند سدر أبو هاشم. سدر أبو هاشم. إيه عند سدر أبو هاشم هناك طواية. ما شاء الله عليك أبو خليفة. هنا أبو خليفة غلقنا الأسئلة اللي جتنا عن طريق الإنستغرام. باقينا من المسامير أبو خليفة مسمار وكاوية. هي بعدنا من المسامير. شوف المسمار هو المسمار العادي أبو فروشة هذا. اللي يستعملون صناعة الخشب. نعم. ها. وهي التسمية بصورة عامة مسمار. بصورة عامة. هاي كل المسامير. كل المسامير. مفردها المسمار. لكن الكاوية أكبر من المسمار أطول وأوشب. تعرف الأوشب شو؟ يوم يقول لك وشب متين أمتن أمتن. إيه نستعمل للبيص نستعمل للميل نستعمل الكاوية هاي. نعم. سمعت للعطف الأماكن اللي يبون فيها زيادة القوة يدبغونها شبه كاوية. كاوية ومطرقة الكاوي هي مطرقة المسامير ولا مطرقة أكبر؟ لا شوية. شوف اللي ما تجيب المطرقة أجيب البشت. البشت ماذاك أظن يجيب كل شيء أظني أكبر حجم. نعم. وأقوى ضربة ضغطها أكثر. مسمار هذا كم طوله؟ ذراع ونص ما شاء الله. ها يعبر في بيص كم طوله؟ فوت البيص. والكرسي اللي العطفة فوت وين يعبر لين هناك ترقى لين الله يذله. لكن كلهم عضلين. كلهم عضلين. إيه من وراء البشت. إيه من أصلاً الشغلة روحة رياضة. ما يبى الجيم ما جيم خلاص. لا لا. أربع ضربات بالبشت بس. ليش الجيم؟ كمال أجسام ما شاء الله. كمال أجسام وأجسامهم صحية. نعم نعم. ليش صحية؟ رياضة. غير الرياضة. الحركة و... غير الحركة. الأكل المعتدل. غير الحركة غير الأكل. خلاص اللي عندي أبو خليفة. عندك أنت عاد الحين. التعريض للشمس. أنا صدقت. اكتسابهم من الشمس. نعم. فوائد لا تحصى ولا تعد. لكن مو بكثرة. نعم. يأخذون ال. إيه تعريضك للشمس عرض نفسك للشمس. في الوقت المناسب وقت... اللي لازم تأخذ منه. لكن بما أنك تشتغل. وفي الشمس. نعم. دقك الشمس غصبا عليك. لازم. نعم. فعلى هالأساس يحطون ظلال. نعم. الظلال. هي ظلال وقاية يسمونه. لو بتخلله الشمس توصلك شو؟ مو بحرارة الأصلية. نعم نعم. وما توصلك مباشرة. لا. لكن تعريض الشمس ضروري. ها؟ أكيد لازم. أوصيك به. والمستمعين بعد اللي بيسمعنا. ان شاء الله هذا بيعمل بها حياه الله. بالعكس زين زين ابو خليفه. ما اقول لك ثلاث دقائق. ثلاث دقائق ابو خليفه ترى خلاص نقفل. اظني قصيده اظني ابو خليفه اولى. احنا ما عدينا هاي الشيء. لا ما عدي ترى بدينا الطلب ابو خليفه. هي ضيف. يلا توكلنا على الله يا ابو خليفه. يقول له شهد العسل طعمه مذاقه ولا مذاق الشهد له طعم؟ جاوبني انت. شهد العسل طعمه مذاقه ولا مذاق الشهد له طعم؟ اللي سلب قلبي وباقه مزيون ساح الهم والغم. منو؟ ما بنته. اللي سلب قلبي وباقه مزيون ساح الهم والغم من بعض خلانه ورفاقه ومن رسخاض ومن شماخ عم في وفضات لي وفضاقه طوفان نوحة عاصف وطم ومن كثر زودي الاشتياقة عم الجوارح فيضة وزم وما عاد للمعلوق فاقة وده لثم معلوقي وضم وجرح الجديم أطمى وغاقة داف الصدو في جرحة ولم وصلب هو المهواه ساقة جدوى يعزم بارح هو المنهاج وده في سياقة أختم عليه العهد وأبصم عهدي على عهده وثاقه لي قال تم وقلت له تم لي قال تم وقلت له تم وسلامتكم. تسلم تسلم أبو خليفة. أظن حلقتنا وصلت لنهاية مجري كذي لكن نحن بعد برد نأكد عليهم إن شاء الله على ما تقول دوم أبو خليفة إن شاء الله نكون وفقنا ووفينا إن شاء الله. وهو في التراث البحري
ودائما مستمرين وياكم إن شاء الله. المداخلات دائما تكسب البرنامج والحلقة كثير من الأفكار المختلفة. اليوم نعم محمد الحمري اليوم تداخل ويانا وطالع كيف كانت أسئلته ما شاء الله أثر الحلقة وأثر البرنامج وحتى على الانستغرام. نعم الأسئلة كلها نعم دائما عشان كنا نحن نقول مثل ما يقول أبو خليفة قادر يشيل النقلة روحه بس يوم يتشاركون المستمعين والمتواصلين عن طريق الاتصال أو عن طريق الانستغرام إيه عن طريق نعم إيه في قنوات ثانية نعم 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 تدخل في قنوات ثانية أدرابها. نعم أبو خليفة عاد سامحنا عاد خلاص قفلنا أبو خليفة يقفلنا. وبإذن رب العالمين إن الله أعطانا العمر وحيانا بالصحة والعافية على اثنين الجاي إن شاء الله بإذن الله ما بصير بقى أنت لا يالس أحيدك شروط يالس يالس خير وبركة يلا موعدنا وياكم بإذن الله على اثنين الجاي في مان الله. غبايب يا ديب يا ديب ربي يا ديب